ومطالب المسيره. المحافظ يقدم استقالته ويتقبض على الجناه والكنيسه تتبني، والمشير في ايده كده يعمل كده. لو ما عملش كده هو عارف ايه اللي ممكن يحصل. والمحافظ لو ما قدمش استقالته مسافه 48 ساعه هيموت موته شنيعه. بيقولوا لست هي مش كنيسه، ده كنيسه والمحافظ ده كذاب، ويجي يواجهني وانا اديله باللي في رجلي. ادي للمحافظ ده باللي في رجلي، كذاب وحط صبعي في عينيه. صام ولا مسيح؟ ده كذاب وحط صبعي في عينيه. المحافظ ده كذاب وحط صبعي في عينيه. هو اللي ماضي على القرار، هو اللي ماضي على القرار، والقرار معانا، معانا ورق وموجود وممكن ندهوله. والدوله والمشير قاعد على كرسي وعارف انه دي كنيسه، وعارف انه في قرار يبنيها احسن. بقول للمشير حل المشكله بسرعه احسن. بس هيوجد اعتصام ولا مسيح؟ مش هنفك الاعتصام، مش هنفك الاعتصام الا غير لما كل حاجه تتحقق. لازم المحافظ يقدم استقالته فورا. لازم يدي. نعم، وبنمسوا على شبكة يقين النت. والآن سوف نقوم بتحدث مع من كبار متظاهرين الأقباط. نتعرف حضرتك؟ سامح سعد، عضو اتحاد شباب مسبيرو والمكتب السياسي. تمام، أسباب المظاهرة؟ إيه طبعا، هنا كل عارف إن دي تالت كنيسة تتحرق، بعد كنيسة أطفيح وبعد كنيسة مبابة كنيسة مريناب، رغم إن كان في تهديدات على مدار أكتر من شهر، ورغم ان الشرطه حاولت التدخل وما عملتش حاجه، والجيش حاول التدخل وما عملش حاجه. احنا وبعد التصريحات المستفزه للحاج مصطفى السيد محافظ اسوان، الحاج مصطفى السيد بكررها مره ثانيه، تصريحاته في منتهى الاستفزاز، فيها اهانه للشعب القبطي. هو محافظ كذاب من فلول النظام الوطني، نظام مبارك، لان هو كان محافظ برضو ايام مبارك. فليه ابقى عليه السيد عصام شرف؟ انا مش عارف. استمع زي ما استمعنا لتصريحاته. عزل المحافظ من اقاله مسببه، ده اول مطلب لينا المره دي. احنا جينا ارضنا مسبيرو دي اعتصمنا فيها مرتين ودي الثالثه، ومع اي اهانه ومع اي انتقاص لحقوقنا هنيجي نعتصم تاني، في وجود اخوان، في وجود سلفيين، في وجود اضطهاد من الجيش والشرطه، ما بيهمناش. اقرا تاريخ الاقباط. تمام، هذا الحدث سوف يقوم الان باقامه احجاز في الطريق العام، في الطريق العام، وهذا سوف يبدو انهم يبيتون امام الاذاعه والتلفزيون. عملنا حواجز يمين وشمال شارع الكورنيش، مع احترامي الشديد جدا لكل اطياف الشعب السياسيه اللي بتعترض على اعتصام الاقباط. ميدان التحرير ومصر بالكامل اتقفلت تماما 18 يوم لسقوط نظام مبارك. انا بقول لك شوارع مصر كلها تتقفل، وساعه جامعه القاهره ما تلفش والزمن يتوقف عشان في كنيسه في اسوان اتحرقت.